الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. النهارده معانا الفقره الاخيره في الاهلي ليله هي الالعاب الاخرى. خلينا نبدا باول اخبار النهارده عن فريق كره السله رجال، والنادي الاهلي بيحدد صاله 2 للمباراه دور الثمانيه بين الاهلي وسموحه في البطوله الافريقيه لكره السله. الاهلي يوم 24 مارس حدد المباراه خلاص بسبب وجود البطوله الافريقيه للكره الطايره على ارض النادي الاهلي، فالماتش هيتلعب على صاله 2 معانا مع نادي سموحه، والماتش الثاني يتلعب في ارض نادي سموحه باذن الله يوم 5 ابريل اللي جاي. الاهلي النهارده لعب مباراه في كره السله مع نادي الاتحاد في دوري السوبر، كان اخر ماتش في دوري السوبر عشان ينتقل للمرحله الثانيه، وكانت مباراه مهمه مع نادي الاتحاد السكندري، لكن النادي الاهلي خسر النهارده 72-82 ليقابل نادي سموحه ايضا في البلاي اوف ان شاء الله في قبل الدور، يعني في الدور اللي جاي هيقابل نادي سموحه باذن الله. ثلاث مباريات في البلاي اوف كان نادي سموحه خسر ايضا من نادي سبورتنج النهارده في دوري كره السله رجال. ان شاء الله باذن الله نتمنى لهم التوفيق، نتمنى لهم ان خلاص دخلنا في المراحل النهائيه. نتمنى من كتيبه كابتن طارق خيري ورجال كره السله الاستعداد الجيد لنهائيات الدوري ونهائيات البطوله الافريقيه ان شاء الله باذن الله. نروح للخبر الثاني النهارده اللي معانا، كره السله سيدات واستعداد فريق كرة السلة سيدات لنهائي كأس مصر إن شاء الله يوم 23 مارس مع نادي سبورتنج. مباراة مهمة جدا للنادي الأهلي، المباراة هتلعب على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر. كان الأهلي صعد للمباراة النهائية بعد ما كسب النادي الأهلي صعد للمباراة النهائية بعد ما كسب هليوبوليس ونادي سبورتنج كسب نادي الاتحاد السكندري. زي ما احنا عارفين نادي الاهلي لكره السله سيدات فاز ببطوله المرتبط، ودي البطوله الثانيه باذن الله السنه دي اللي هي البطوله القريبه. كابتن ايهاب الالفي بيستعد استعداد جيد هو واللاعبات لهذه البطوله، لان دي البطوله ان شاء الله تكون الثانيه السنه دي او البطوله المحليه الثانيه السنه دي في السيزون ده. نروح لشباب اليد، والنهارده لعبوا مباراه في ارض نادي سبورتنج مواليد 98 مع كابتن يحيى يوسف، وفازوا على نادي سبورتنج 34-24 في الجوله 17. نادي الاهلي تحت مع كابتن يحيى يعني بيعتلي قمه الترتيب، والحمد لله ضمن الوصول الى نهائيات الجمهوريه. الماتش لسه ملعوب النهارده، كانت الشوط الاول انتهى 16-14 للنادي الاهلي، لكن النادي الاهلي سرعان ما يعني خلص الشوط الثاني وقدر يفوز 34-24. نروح لكره اليد رجال، وحديث كتير لان دوري كره اليد النادي الاهلي بيحتل المركز الثاني برصيد 26 نقطه بعد نادي الزمالك، عنده مباراه مهمه وقويه مع نادي طلايع الجيش. نيكولافيتش ماركو نيكولافيتش بيستعد بقوه ل هذه المباراة، لأن المباراة مباراة قوية جدا جدا جدا. نادي طلائع الجيش نادي قوي، نادي فيه لعيبة كتير يعني أقوياء، والنادي الأهلي بيستعد للمباراة بإذن الله على أرض النادي الأهلي، وقريب بإذن الله النادي الأهلي ضمن الصعود رسميا لدور الثمانية لكأس مصر بعد ما فريق الحوار انسحب. الأهلي هيلاعب نادي أصحاب الجياد إن شاء الله بإذن الله يوم 3 مايو على أرض النادي الأهلي. نادي أصحاب الجياد برضه صعد لنفس الدور بعد نادي الشمس ما انسحب برضه. في انسحابات كتيره في دوري في كاس مصر لكره اليد. هنسيب كره اليد ونروح لكره الطايره سيدات والاستعداد للبطوله الافريقيه. وصلوا امبارح الفجر فريق الطايره سيدات كابتن بقياده كابتن حمدي الصافي، وعملوا ثلاث مباريات هناك، كان معسكر جيد جدا عشان البطوله اللي جايه بطوله قويه جدا ومهمه جدا برضه لسيدات الطايره، لان فرق اللي جايه من تونس قرطاج صفاقسي فرق قويه جدا، ومرديه الجزائر والانابيب والسجون والبنك الاهلي والبنك التجاري عفوا من كينيا فرق قويه جدا. كان المعسكر بدا من يوم 1 ل 10 مارس. فرق مصريه مشاركه في البطوله برضه، في تنافس قوي جدا الاهلي والشمس وسبورتنج والصيد، دي الفرق المصريه المشتركه في البطوله. كابتن حمدي الصافي قال ان الفرقه تتمرن على مرتين استعدادا للبطوله، ودي المعسكر الاخير او ده المعسكر النهائي للبطوله الافريقيه. باذن الله نتمنى لهم التوفيق في بطوله افريقيا القادمه، لانها بطوله برضه ايضا بطوله مهمه جدا. سيدات الطايره السنه اللي فاتت كان هم متزعمين اللقب او حاصدين اللقب الاخير.
في الكرة الطائرة ناشئين 15 سنة ناشئين. الأهلي بيفوز في خلال 48 ساعة على نادي الزمالك، بيفوز 3-0. كان المباراة الأولى اللي فاتت من 48 ساعة كان على أرض نادي الأهلي على صالة الشهداء، دلوقتي بيرجعوا تاني ويفوزوا في 100 عقبة على نادي الزمالك 3-0. نادي الأهلي يعني كان يعني فريق الناشئين الطائرة ما شاء الله عليه ماشي كويس جدا. خلينا نروح لتقرير مع كابتن عادل لطفي واللاعبين بعد المباراة الأولى اللي كانت موجودة في النادي الأهلي، وترجعوا لنا مرة تانية. الحمد لله المباراة طبعا هي اسمها أهلي وزمالك، اكيد اهلي الزمالك مع انها ماتش مش سهل، حتى لو احدى الطرفين مستواه مش قوي يعني. اسم الناديين طبعا في اي مكان في اي لعبه بتلاقي الموضوع مختلف خالص. الماتش بدا طبعا فيه شده، فعلا الكلام ده حاصل ما بين اهلي والزمالك، بس احنا احسن والحمد لله، احنا دلوقتي ماشيين كويس قوي، ودلوقتي احنا الحمد لله اول مجموعه معانا نادي سموحه، بعد كده رايحين ان شاء الله دور الثمانيه النهائيات باذن الله. طبعا لازم كل فرقه تلعب، يعني طبعا الماتش بدا يمشي ان شاء الله كده بصوره كويسه، يعني الشوط الثاني خلص 25-10، معنى كده الحمد لله الدنيا ماشيه كويس، ثبت ان انا اجرب لعيبه عايزها بعد كده. طبعا صبرت عليهم شويه لغايه ما الجيم قفل ثاني، بدات اغير، الحمد لله رب خدنا الماتش 3-0 ولحقنا قبل ما يحصل مصر خساره شوط او حاجه. ببارك طبعا للعيبه وان شاء الله الفتره الجايه تبقى احسن باذن الله. قلت قبل كده اقوى مرحله سنيه هي دي، في 8 فرق، الثمان فرق مستواهم قريب من بعض، ولكن الحمد لله ربنا شاف لنا الاهلي لعبته افضل نوعا ما من الفرق الاخرى، ولكن لكل مقتدى نصيب. لازم طبعا الفرق بتاعتنا تتعب اكتر من كده عشان تكون البطوله من نصيبنا ان شاء الله يا رب. اول الماتش كان رخم شويه، بس الحمد لله بفضل مجهودنا ومجهود كابتن عادل معانا قدرنا نكسب الحمد لله 3-0. الماتش كان سهل يعني قدرنا نتغلب على الماتش الزمالك. هو احنا قعدنا اسبوعين نجهز في الماتش ده قعدنا نتمرن على كل النقط ضعف بتاعت الزمالك، نشوف هم اخطائهم فين ونلعب عليها. هو المنافسه صعبه بس الحمد لله يعني احنا قدها وان شاء الله نقدر يعني. والله احنا استعدنا للماتش كويس يعني، ونفذنا تعليمات كابتن عادل ان احنا نلعب على واحد فيهم يعني، عشان هو اقوى واحد فما ناخره في الضرب يعني. الحمد لله نفذنا التعليمات يعني، احنا مستعدين قبلها كويس، اللي احنا اتمرنا جيم كتير مع اللعب في التمرين وزودنا الجهد اكتر عشان عارفين ان نادي الزمالك ولازم نعمل كويس معاه. الفرقه الضغط بعد كده احنا استوينا بالفرقه شويه، فحبينا بقى شفتنا في الاخر الحمد لله كسبنا. هي بطوله قويه طبعا، بس ان شاء الله احنا قدها وناخد الاول ان شاء الله. بنبارك لفريق الطائره 15 سنه فازوا على نادي الزمالك مرتين في خلال 48 ساعه. لكن خلينا نروح لتليفون مهم جدا لكابتن حمدي صافي المدير الفني للكره الطائره سيدات. خلينا نشوف معاه ايه اللي حصل في صربيا وايه ان شاء الله باذن الله شايف ايه في الثلاث ايام دول. كابتن حمدي صافي مساء الخير. كابتن حمدي، كابتن حمدي صافي سامعني؟ نحاول نجيبه تاني. نروح لاخر اخبارنا النهارده، حلا خالد وبلال ابو طالب يشاركان مع منتخب ناشئي في بطوله افريقيا المقامه في المغرب من 11 ل 15 ل 16 مارس. ما شاء الله هي دايما نادي الاهلي هو الذخيره الحيه للمنتخبات المصريه. كابتن حمدي معايا؟ كابتن خالد. كابتن حمدي. ده كابتن خالد. معلش يا كابتن حمدي كلمناك كان الخط فيه مشكله، اخبارك ايه؟ معلش الحمد لله تمام الحمد لله. يعني بنقول لك طمنا على المعسكر في صربيا، عملتوا 3 مباريات، كسبتوا مباراتين وتعادلتوا مباراه، واول مره في حياتي اسمع لكرة الطايره فيها تعادل. اتفضل يا كابتن. والله يا كابتن خالد احنا لعبنا 4 ماتشات كويس، كسبنا 3 وبيبقى احنا بنتفق قبل المباراه حسب الوقت اللي مسموح لنا بعدد الاشواط يعني. تمام. فالمباراه دي كنا متفقين على 4 اشواط، فزنا باثنين بكامل قوتنا، وحبينا طبعا نجرب بقيه اللعيبه وكده. فيعني المباريات التجريبيه ما بتلعبش فول باور كل المباريات، يعني لازم ال 14 لعيبه وال 16 لعيب اللي معاك يتجربوا عشان تقدر تحكم وتختار كويس يعني. تمام. اخترت خلاص يا كابتن حمدي ولا لسه الثلاث ايام دول فيها الاختيار؟ لا ان شاء الله الاختيار تم الحمد لله. الاختيار تم والاسماء طلعت خلاص ولا الاسماء لسه هتطلع بعد بكره ولا؟ لا ما ان شاء الله موجوده مع الكابتن ايهاب اداري الفريق، هيعلنها بكره ان شاء الله. تمام. طب كابتن حمدي قول لي اخبار المنافسه الافريقيه ايه؟ شايفها ازاي؟ الصفاقسي، قرطاج، بلديه الجزائر، الانابيب، السجون من كينيا، البنك التجاري، اخبار المنافسه ايه؟
منافسه قويه جدا يعني. هو بص بطولات البنات بتتميز دايما ان كل القوى الموجوده في افريقيا بتبقى متواجده، محدش بيتخلف يعني. زي البطوله اللي فاتت كان موجود فرق تونس موجوده، فرق كينيا الثلاثه موجودين، فرق الجزائر حتى زادت السنه دي موجوده. فلا المنافسه قويه جدا، بطوله قويه يعني حقيقه. شايف الفرق المصريه معاك ممكن يكون في تنافس الشمس سبورتنج الصيد ولا شويه الخبره الافريقيه مش موجوده؟ الفرق المصريه لا يعني هي في فرق داخله بسبب الخبره وفي فرق طبعا بتحاول مع زي فرق الشمس لها خبره طبعا في البطولات الافريقيه، فريق سبورتنج ليه مشاركات عربيه فلا هيبقى ليهم دور طبعا وفي فرق هتكمل البطوله يعني. طيب طمنا على الحمد لله كل الفريق مكتمل الصفوف ولا عندنا اصابات؟ والله احنا الحمد لله تقريبا احنا عندنا بس الاصابتين اللي هم غايبين من اول سيزون اللي هو دانا شوقي ونور ياسين، دولت لسه ما رجعوش. عندنا رحمه حسن لعيبه مركز اربعه برضو عندها مشكله في ظهرها كده ظهرت لها في الفتره الاخيره، فحبينا ان احنا ما نغامرش فيها ودخلنا لعيبه اخرى مكانها يعني. تمام كابتن حمدي، يعني بنتمنى لك يا رب التوفيق، بطوله مهمه بطوله غاليه على جماهير الاهلي كلنا مستنيينها، وان شاء الله كل الدعم ليك وكل الدعم لاعبات الفريق الاول بالنادي الاهلي لاحراز لقب البطوله الافريقيه. شكرا كابتن حمدي صافي. هنروح لفاصل وهنستقبل ضيوفنا ابطال الجمهوريه في التنس الارضي. فاصل وترجعوا لنا مره ثانيه.